السلام عليكم الاخوان ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم ملخص ديال مباراه النهائي كاس امير قطر اللي تلعبت السد والدحيل. الدحيل كيلعب معها بن عطيه، للاسف بن عطيه تغلب ب 4-0. تالق ديال بونجاح الجزائري تسعود تبارك الله عليه اللي قدم مباراه كبيره. المهم الاخوان ديالي، غادي نخليكم مع الملخص ديال المباراه واعطيونا الاراء ديالكم في هذه المباراه وفي بن عطيه، يعني واش صافي سالات الساعة ديالو ولا شنو؟ عطيوني الآراء ديالكم والسلام. المهم الإخوان ديالي، نشوفو إن شاء الله في لافان ديال الفيديو، خليكم معنا كيف ديما. الإخوان ديالي، كنتمنى يكون عجبكم هذا الملخص، ما تبخلوش علينا بلايك وشجعونا الإخوان ديالي. أنا ما موليتش نقول لكم اللي ما مشتركش يشارك. إلا كنتي أول مرة كتشاهد هذه القناة ديال أنوار برو، نتوما عارفين القناة ديالي الأولى مشات، كنتمنى تشاركوا. بغيت هذه القناة تكون أحسن من الأولى اللي مشات ليا. المهم الإخوان ديالي، غادي نتسناكم وتهلاو ليا في راسكم ونشوفو إن شاء الله في فيديو أحسن من هذا. السلام عليكم.